الراجل الجميل ده عمل أغرب تربة أو قبر في مصر، عمل تربة أو قبر من الإزاز، وكان بيأمل إن والدته لما توفت تكون عايشة أو في غيبوبة، وهي لما تصحى تكسر الإزاز ده. طبعا ده ما حصلش وهي توفت تماما. البعض كان عامل تعليق على الفيديو ده وقال ان ده ما حصلش وان الكلام ده فيك، بس الحقيقة ان الموضوع ده حصل فعلا، وهذا الرجل كل وسائل الاعلام المصرية اتكلمت معاه وعملت معاه لقاءات صحفية من شدة حبه لوالدته. يعني كان حاطط امل ان ممكن تكون ما ماتتش. يعني فكرة غريبة وجديدة، بس تنم على ان هذا الابن ابن صالح، يعني بيحب اسرته. في ناس ممكن ترمي اهلها وهم عايشين عشان مش طايقينهم ومش طايقين يعيشوا معاهم.